السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير للجميع. لقاؤنا يتجدد دائما مع الدكتور علي لنتحدث عن مواضيع جديدة وأمور تهمكم وتهم المجتمع والحياة، ونحاول من خلالها وكما تحدثت أنا أن نعمل العقل، وأن يعني هي محاولة للأشخاص وللبشر اللي عقول صلى أكثر من 1000 عام مصبطة ومجمدة بأن يعني يعملوا عقولهم. لن أطيل أكثر في المقدمة، سوف أدخل مباشرة، وتحياتي لك دكتور علي. مساء الخيرات لكم وللسادة متابعيك، يعني وكل عام وأنتم بخير بهالعشر الأواخر من رمضان إن شاء الله. وأنتم بخير دكتور علي. دكتور علي، بداية سوف أتحدث عن موضوع هو في الحقيقة جدلي، يرتبط بالحياة والموت، يرتبط بالحزن والسعادة، الخير والشر، كل ما تتخلله الحياة. قبل أن أتحدث عن الموت سوف أتحدث عن الحياة. وهناك آية في القرآن الكريم تقول: وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول البعض بأنه معناته رب العالمين خلقنا بداية كخلق، يعني نتحدث عن الحياة بس لحتى نصوم ونصلي ونتعبد رب العالمين ونؤدي الفرائض الدينية المطلوبة منا. ما معنى هنا كلمة العبادة، أو مفهوم العبادة هنا في كلمة ليعبدون؟ في الواقع مع كل الأسف يعني في خطأ بقراءة الآية. نعم. طبعا يقرؤونها إلا أداة حصر، يعني وما خلقت الجن إلا ليعبدون، يعني حصرا لأجل العبادة. نعم. يا أخي لو الله بين هلالين مع احترامنا الهائل، نعم. لو الله يحتاج إلى جمهور للعبادة عنده مليارات المليارات 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 من الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. فلو خلقنا إلى عبادته، يعني فيفترض أنه يخلقنا من الملائكة وخلص كل هذا الموضوع. لماذا أرسلنا رسل وكذبوهما طيب هو بالذات قبل أن يخلق آدم خلق إبليس، يعني أقل شيء يجب، يعني كان لو إلا ليعبدون أن يزيل إبليس من أمام البشرية. يعني كيف تقرأ الآية بالشكل الصحيح؟ هي استفهام استنكاري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن ربك هو العزيز. يعني فاكرين حالكم خلقتكم مشان العبادة، أنا بحاجة إلكم أنتم وعبادتكم والكرة الأرضية. يعني إذا رسمنا مجرتنا فقط وليس الكون على خارطة، فالمجموعة الشمسية ما لها محل نقطة، يعني ما لها محل نقطة على خارطة الكون. فكل واحد فاكر حاله انه هيك، يعني هو قضية بالنسبة إلى الله. الله بالذات يعني حاشاه طبعا، إذا إلا ليعبدون معنى ذلك حاشاه، هو فشل في هذه المهمة حاشاه طبعا. لماذا؟ هو قال وقليل من عبادي الشكور. هو قال طيب خلقتنا لأجل عبادتك، بعدين بتقول وقليل من عبادي الشكور، وبتقول عن إبليس يعني ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. لأن الله ليس بحاجة إلى عبادتنا. أول مخلوق فهم هذه القضية هو إبليس، قبل ما تفهم البشرية. ماذا قال إبليس؟ إبليس ماذا قال الله؟ قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. إن بقروة بعزتك، يعني يقسم يتحدى الله، قال فبعزتك لأغوينهم. يا أخي القراءة خطأ. قال فبعزتك، بسبب عدم حاجتك لعبادتهم لأغوينهم أجمعين. قال له أنا عارف أنه أنت مالك بحاجة لعبادتهم. هن فهموا بأنها قسم. إنها قسم. يعني معقول إبليس يقسم لله ويتحدى الله؟ لاحظت؟ يعني فرضا يعني هي سيادتك عندك يعني عمال، مجموعة عمال، عندك 4 5 عمال ما لازمينك، بقول لك أعطيني، يا بتقول لي خذهم. فابليس عم تقول له لا غوينهم اجمعين، قال له يعني اللي برو معك الله ما يعني اللي برو معك خده، واللي بيحبني يعني هيجي لعندي. واللي فهم هذا الموضوع من البشر بالسابق هو سليمان عليه السلام. ومن شكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر
فإن ربي غني حميد. لاحظت؟ فالله غني عن العبادة. والدليل على ذلك أنه في الجنة، يعني لازم يخبينا شوية عبادة للجنة. في الجنة لا في نوم ولا في تعب ولا في كذا، فبإمكاننا نصوم ونصلي ونسبحه. الله قال مليارات المليارات 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 من السنين بالجنة ولا حد يسبحني. نعم. خلص يعني استمتعوا. إذا ما خلقنا لأجل العبادة حصرا. طيب يعني الإنسان يعني عمره إذا كان 100 سنة بالنسبة إلى الله هي أجزاء 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 من الثانية. طيب يعني بدي أقوم بعبادته بهالأجزاء أجزاء 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 من الثانية. الملائكة الكرام يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لذلك الله سبحانه وتعالى هو بالذات يقول أنه لا يريد كل البشرية مسلمين أو كلهم يعني آمنين فيه. ليش؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يعني الله سبحانه وتعالى ما هو بحاجة إلى إرسال رسل الكرام. تكفي المشيئة. إذا مشيئته أنه لا يريد كل الناس لا مسلمين ولا مؤمنين. لأنه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا على الإطلاق. إذا هاي الآية يعني حسب مفهومهم إن إلا ليعبدون. بعدين بقول لي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن يعني فرضا موسى عليه السلام، موسى بعد 40 سنة قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني نوح ما آمن معه إلا قليل. فالله عارف. فرسل الكرام بعد عذاب وبعد جهد وبعد يعني نوح عليه السلام 1000 سنة إني دعوتهم ليلا ونهارا. طيب كان تكفي المشيئة الإلهية أن يكونوا كل المسلمين يعني. نعم. طيب نعود إلى مفهوم الحياة وإلى جدلية فلسفة الحياة، يعني أيا كانت التسمية. كل أمر يتعلق بالحياة. في إحدى لقاءاتك، وأعتقد يعني هو تكررت هذه المقولة لديك، سئلت لماذا خلقنا الله، فأجبت بأنه لأنه يحبنا. تمام. يعني أي مفهوم للحب هذا ونحن نعيش في هذه الصراعات النفسية والاجتماعية والأخلاقية حتى يعني والاقتصادية واللي بدك يا، يعني نعيش نحن في هذه الحال والله خلقنا لأنه يحبنا. ونحن راح أتحدث بعد قليل عن موضوع الموت وفلسفة الموت وجدلية الموت، يعني كيف يحبنا؟ من أي مفهوم هذا الكلام يا سيدي؟ فرضا في كل مدينة في كل دولة في نظام مرور، صحيح؟ نعم. اللي بيطيع نظام المرور يصل إلى بيته سالم. اللي ما بيطيع إشارات المرور بده يساوي 7000 حادث. طيب الله سبحانه وتعالى ليش بيحبنا؟ كل المشاكل كلها بسبب عصيان أوامر الله كلها على الإطلاق من آدم لحد الآن، الشقاء الإنساني. والدليل على ذلك الله ماذا قال إلى آدم؟ قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا. إذن اللي بيتبع هدى الله وتعليماته ما في عنده حزن في الدنيا. رجع كررها بصورة طه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا شقاء علمي ولا اقتصادي ولا اجتماعي. طيب لكن يعني مخالف التعليمات، يعني البشرية عم بتخالف التعليمات. طيب إذا جينا على المستوى الفردي، يعني نحن نتحدث عن البشرية حضرتك حكيت، لكن إذا جينا على المستوى الفردي منلاقي في أشخاص مؤمنين مسالمين يقومون بعمل الخير وكذا، ومنلاقي بذات الوقت أنه هن يعني مصابين، يعني يعيشون في حالة من الشقاء. بالمقابل في أشخاص لا سيئين وعم بينعموا بنعم، يعني عم بيزيدهم الله بالخيرات. ما بزيدهم. يعني السبب هو الزهرة لا تشكل ربيع. يعني فرضا في كل 100 مليون بشوف 100 صالحين، فالزهرة لا تشكل ربيع. مثلا
اللي عقر الناقه، يعني ناقه صالح، كان شخص واحد، فالله اباد الجميع. لماذا؟ لانه ما منعوه، يعني فالمجتمع كله، يعني فالبشريه كلها على الاطلاق في كل الديانات. يا اخي في تعليمات الهيه، على سبيل المثال طبعا، ودوما لله المثل الاعلى. جنابك يعني اخذت سياره من الوكاله، عم يعطوك معها كتالوج تعليمات، اذا ما طبقت الكتالوج فالسياره بتخرب بعد سنه. فهل المصنع مسؤول؟ يعني هل الله مسؤول؟ فالجميع بحمل المسؤوليه الى الله. الله حكاها مرتين، ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي. قضيتين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا بيخاف في الدنيا ولا بيحزن. وفي سورة طه، فلا يضل ولا يشقى، قال لي لا حزن ولا شقاء ولا علم، بس اتبع هداي. لكن البشرية كلها رافضة بالكامل. الله قال وقليل من عبادي الشكور، يعني إله بحبنا خلقنا، يعني فرضا مصنع السيارات مثلا، سيارة شهيرة، أهدوك سيارة وأعطوك معها الكتالوج التعليمات، يعني فجنابك حاجاك منها، ما نفذت الكتالوج ولا التعليمات، يعني فرح تتحمل المصنع اللي هداك سيارة مع الكتالوج التعليمات، شو هالسيارة اللي كذا. يا أخي المشكلة فينا البشر. الله سبحانه وتعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكن قال وما بكم من شر فمن أنفسكم، أنا مالي علاقة. يعني هذا فرضا على سبيل المثال، الطبيب أعطاني وصفة أنا هاي الوصفة ما طبقتها، بروح بقول أنا كنت مريض وذهبت على الطبيب الفلاني أعطاني وصفة ما طبت. يا أخي المشكلة عندك، ما طبقت الوصفة. ومشكلتنا نحن انه ما عم نتبع هدى الله، فما بصير نحمل مسؤولية الى الله، لا مسؤولية الحروب ولا مسؤولية الفشل الاقتصادي والاجتماعي و و و و. الله قال حطيتكم تعليمات بتنفذوها، فانا بدي اياكم تكونوا سعداء. والآية نقولها وليحفظها الجميع، ومن يعمل من الصالحات، يعملها عمل وليس عبادي. لاحظ 50 مرة في القرآن وردت 50 مرة عدا ونقدا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا عمل. يعني فرضا اليابان، فرضا على سبيل المثال، يعملوا عمل صالح، عم بيقوموا بصناعة سيارات، بصناعة مراوح، بصناعة، عم بيقدموا إلى البشرية خير. اليابان عندها فائض في الموازنة، بينما في كثير بلاد اسلاميه شحاده. يعني فرضا مر 24 ساعه على اليابان وعلى الدوله الفلانيه. يا اخي اليابان فيها اليوم، او المانيا، يعني هي صنعوا كذا الف سياره وكذا الف كذا وكذا الف مروحه وكذا الف كذا 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 كذا. طيب اجباري بده يربح، يعني لماذا نحمل الله يعني كل المسؤوليه؟ يعني اوروبا مثلا على سبيل المثال، اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه ومن ضمن المانيا كانت ممسوحه بالارض. صح. يعني ألمانيا كانت ممسوحة بالأرض. بالضبط. طيب حاليا ألمانيا أقوى اقتصاد في العالم. صحيح. يعني ملاحظتك، إذا الله ما بتدخل. يعني فرضا حينما كانت ألمانيا في آخر حرب العالم الثانية ممسوحة بالأرض، كان في الكثير من المدن عامرة في غير دول. بالضبط. عامرة وعندها حضارة. طيب هذيك المدن صارت متخلفة، وهي سبقتها، والمانيا يعني سبقتها باشواط. صحيح. اذا الله ما له علاقه نحمله. ليش هالبلا وليش هالمصايب وليش؟ طيب انطلاقا من هذا الكلام، وانطلاقا من اخر ملاحظه في كذا معنى، تفضل. الصحابه الكرام الله يرضى عنهم كلهم بالكامل، يا اخي نصهم شحادين ونصهم ملتي مليارديريه، نصهم شحادين، اهل الصفه جالسين امام الرسول صلى الله عليه وسلم، يشوفهم بالدخله والطلعه جالسين، بدهم حدا يطعميهم، اهل الصفه. طيب هذا صحابي وهذا صحابي. نعم. يعني فرضا عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عنه. نعم. من كبار اغنياء المدينه، هذا صحابي كمان، واهل الصفه كمان صحابي. يعني اذا الله ما بتدخل انه والله يعني هذا الصحابي عم بدعي، فالكل هلا دعيته لله وما رد علي. يا اخي قال لك قوم اشتغل. ها.
عمل صحيح صحيح. وأعود إلى نقطة أنه الموضوع مرتبط بالبشر، مرتبط بالإنسان. أنا سوف أتحدث عن الإنسان في مجتمعاتنا العربية بالذات. نحن شعوب تخشى من السعادة، يعني تخشى من الفرح، لدرجة أنه نحن إذا ضحكنا شي يوم هيك من قلبنا بنقول الله يعطينا غير هذا الضحك. فيعني ولازم نحن دائما نحسس نفسنا بشعور التعاسة ونحسس أنفسنا، لأنه بنحس حالنا أنه رضيانين، إيمانيا رضيانين، على قول أنه المؤمن مصاب. يعني لذلك نحن بس اللي فرحنا بنستغرب ليش نحن فرحانين، ليش نحن سعداء. لازم دائما نعيش الحزن، لازم دائما نعيش بحالات التوتر والقلق، هيك بنكون رضيانين. كأني ما بعرف شو السبب يعني من وراء هذا الكلام. سبحان الله، هذا الفكر الكارثي انه المؤمن مصاب. يا اخي خذ مثال من سليمان عليه السلام. سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ما الله ما قال له يعني اختار يا دنيا او الاخره، بعطيك الدنيا ما لك شيء بالاخره. يعني هالغباء هذا. يعني طيب العشره المبشرين بالجنه من الصحابه العشره كلهم ملتي مليارديريه، الله أعطاهم الدنيا وأعطاه الآخرة، بشروا بالجنة يعني مع احترامنا الشديد، ولا واحد من أهل الصفة مبشرين بالجنة، وهذا صحابي وهذا صحابي. يعني فسليمان عليه السلام قال له هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، عطى الريح والجن والإنس والجواهر. يعني صور الغواصين على الـ على الـ على اللؤلؤ والمرجان من الجن، فتصور الكميات اللي كان عم بيجي من الجواهر. يعني ما هو غواص بشري والله نزله وشاف شيء وما شاف شيء. مع ذلك الله ماذا قال عن سليمان عليه السلام؟ وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال اثناء وفاته الشريفه له عنا استقبال رسمي، هذا سليمان. إذا الله بده يعطي الدنيا ويعطي الآخرة. في آية لحد الآن هذه الأمة ما يفهمانتها على الإطلاق. هذه الآية مخيفة. الشيطان يعدكم الفقر، كل الفقر من الشيطان، الفقر العلمي والمالي والاقتصادي والاجتماعي كله من الشيطان، الله ما له علاقة. الله قال ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالخوف والرعب والكآبة والفقر من الشيطان حصرا وبآيات واضحة، يخالفون آيات الله. آية منكررة لكل الناس يسمعوها، يعني مثل ما نقول في حلب يحطها حلقة بإذنه. صحيح. الشيطان يعدكم الفقر، ما قال الله يعدكم الفقر. وكيف يعني يؤثر الشيطان فينا ليودي بنا إلى الفقر؟ بالكسل. يعني فرضا إنسان يعني ما ذهب إلى المدرسة، ما تعلم، ما بنى حضارة، إبليس عم قله ابرك، لا تشتغل، ما لك علاقة، فكر بالجنة، فكر بسبعين حورية، فكر. يعني هالكلام هذا إنه فرضا من قال كذا 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 كلمة صار له هلق. يعني هذا صار له بستان بالجنة ونبنى له كذا قصر وصار عنده 5000 حورية. يعني هالفكر هذا الكارثي. مع أنه الدنيا الله قال تماما يعني ومن يعمل من الصالحات، وقلنا يعمل عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ يعني مدرس، مهندس، يعني عامل تنظيفات، يا أخي عامل بالفرن، هذا كله عم يعمل صالحا إلى المجتمع. نعم يفيد فيه المجتمع. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. طيب لام التوكيد الثقيلة، يعني فرضا يعني الدول المتقدمة منها ألمانيا واليابان كذا، يا أخي عملوا صالحات، عمل طيارة وسيارة ومراوح ودنيا وحضارة ومكيفات. يعني مو نحن بس الإسلام، مو نحن بس المسلمين بنعمل صالحات. لا أبدا أبدا لا، يعني الله في الرزق ما بيتدخل على الإطلاق، اللي بيشتغل بيربح. نعم. يعني ما له علاقة أبرك أدعي يا رب يرزقني. حتى عمر بن الخطاب الله يرضى عنه شاف أحد الصحابة بيرك في الجامع وهي عم بدعي، فضربه بالدرة قال له السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوم اشتغل. نعم يا أخي قوم اشتغل.
تمام. برأيك الشخصي ليش نحن نخاف من السعادة؟ ليش نخاف نكون سعداء؟ يعني نقلوا لنا عقلية القرون الوسطى، انه نقلوا لنا هالفكرة الغبية انه اذا بدك السعادة في الآخرة فلازم تكون محروم من كل شيء في الدنيا. ايوه هذا هاي الكارثة. تمام هاي الكارثة بالذات، يعني وشون يعني جابوا لي حديث غير صحيح، حفت الجنة بالمكاره. يعني اللي بده يروح الجنة لازم ما يضحك، ولازم ما يكون سعيد، وما يكون عنده مصاري، ويكون شحاد، ويكون فقير، هيك الله بياخذه على الجنة. قلنا لهم فهموا انه العشرة المبشرين بالجنة سلفا كلهم ملتي مليارديرية حسب زمانهم. إذا يعني لن أطيل أكثر في موضوع الحياة وجدلية الحياة، أتحدث عن الموت اللي هو الجزء الثاني من الجدلية. ونعود إلى موضوع لماذا خلقنا الله إذا كنا سوف نموت، وإذا كان هناك أشخاص أحباء لنا سوف يموتون ونحزن عليهم، وقد يؤثر ذلك على حياتنا في المستقبل ويشكل يعني حالة مأساة، إنه من بعد هذا الشخص أنا يعني تحولت حياتي إلى كارثية، أعيش دائما على ذكراه، أصبح أقصر في حياتي، في عملي، في دراستي بسبب وفاة ذلك العزيز أو بسبب ذلك الأب أو الأم أو إلى آخره. ويعني ما العبرة، ما المغزى من هذا الأمر؟ ليش يعني؟ ليش نحن إذا بدنا الله خلقنا إذا بدنا نموت وبعدين يحاسبنا بعده؟ أولا الله قال لي بكل معنى الكلمة إن الحياة الدنيا من أولها لآخرها هي لعبة لعبة، يعني لعبة لعبة. وما الحياة الدنيا إلا لعب، هيك إلا لعب. يعني يعني الإنسان مهما عمل الإنسان فبالنسبة إلى الله عم بلعب. على سبيل المثال إذا كان في أطفال صغار في البيت، طبعا اللعبه بالنسبه الى الولد هي قضيه، اللعبه ها، والاولاد عم بيتصارعوا على اللعب وكذا وكذا وبيعصبوا وكذا. بالنسبه الى الاب والام يعني اولاد عم بيلعبوا، اخر شيء الام يا اخي اخر شيء الام عم بتكنس كل الغرفه لانه هذا بالنسبه لك كله لعب. لذلك لو الانسانيه يعني لحد الان بنت حضاره ذات قيمه، الله كان حافظ عليها. الله قال انا كل هاللعبه على الكره الارضيه بدي اخربها كلها، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال بدخرب الكرة الأرضية كلها لأنه أنتم هذا كله بالنسبة لكم لعب. طب كيف لكان بيحبنا؟ يعني كيف لكان بيحبنا؟ جايين جايين. تفضل. يعني هلا جايين. الله قال حياة أي إنسان فيكم بالنسبة إلي هي يوم واحد، فيتحملني هاليوم يوم يوم. فيوم القيامة بده يجينا سؤال موحد بالسنين، الجميع راح يجاوب جواب موحد باليوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا يعني من نوح إلى الطفل اللي مات في بطن أمه يعني الأعمار، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يا يوم يا أقل. إذن كل الموضوع بسيط جدا يعني، لكن احنا بنشوف الله عشت 50 سنة وسبعين سنة وعم بتعذب وما عم بتعذب، يعني فكلها بتمر بسرعة. فالله قال الموت ضروري 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 جدا جدا جدا. على سبيل المثال يعني إنسان ساكن ضمن كوخ خشبي ما له بواب ما له شيء، يعني عم بنزل عليه الأمطار والثلج والبرد، عم قل له يا أخي اترك هالبيت تعال نسكنك بفيلا فول أوبشن. لا 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 ما بدي أترك هالبيت لك يا أخي، اتركه تعال. فالمسكن اللي ساكنته النفس نحن هلق حاليا، هذا المسكن هذا الجسم هذا هزيل جدا، يعني بده حرارة 37 سوية 40 بموت، يعني هاي النفس بتغادره. يعني سوي له الحرارة 30 يبموت يعني، فالنفس بتغادره. ودائما بده خسيل وتنظيف وآلام وكذا. فبيقول لي هالمسكن اللي انت ساكنه هلق هذا المسكن هذا الجسم يا أخي تعال أعطيك جسم آخر أنقلك، أنقل نفسك من هالجسم السيء اللي كله أمراض وفضلات وتعرق ويعني 100 بلوة، ودائما يعني لازم تحافظ عليه وتغسله وتنظفه. يعني على سبيل المثال معلش خلينا نكون واقعيين،
أوسخ مخلوق على الأرض هو الإنسان. ليش؟ يا أخي القطة بعمرها لا بتصوبن ولا بتغسل إيديها ولا بتعمل حمام، لكن لائقة ومظهرها لائق. خليني يعني خلي الإنسان يعني أسبوع كامل بدون حمام، خلي الإنسان أسبوع كامل بدون حمام وما يصوبن، مع أن القطة يعني أكلها كله لحوم، يعني نعم لحوم وزفر، يعني إذا القطة أنظف مني، يعني معلش خلينا نكون منطقيين واقعيين يعني. طيب ماشي طيب فالله بقول لي هذا المسكن، تعال أبدلك أعطيك مسكن في الآخرة من الياقوت من المرجان، ما بيتغير ما بيتبدل، ما فيه آلام ما فيه وجعني، لا أنا بدي أتمسك ما بدي أموت. لك يا أخي أتمسك خلاص بالحياة، تمام، هذا التمسك بالحياة، تمام. يعني، فهو ظاهرة صحية لتبديل مسكن، هي ثانيا إلى إعادة البرمجة. ليش؟ نحن حاليا مبرمجين بين حاضر وماضي ومستقبل إجباري، مبرمجين هيك يعني. فرضا نحن اليوم أي مثلا هذا اليوم أحد، أنا ما فيني أحضر الأحد القادم لحتى أعيش اليوم الأحد القادم، ولا فيني أستعيد الأحد الماضي لحتى أعيش اليوم، فأنا أنتقل من آن إلى آن نعم في الجنة أو في النار، أنا ما عندي زمن، فلازم يصير أبديت يعني إعادة برمجة، أتبرمج على الخلود. الخلود يعني طبعا مستحيل أفهمها للناس، لأنه أنا بالذات ماني فهمانة، أن تعيش الحاضر والماضي والمستقبل بذات اللحظة، بذات اللحظة. يعني فإجباري إعادة برمجة. طيب، على سيرة الحزن، ونحن نحزن على الذي غادرنا من هذه الحياة، خلينا نقول، وسوف يأتي يوم يحزن علينا أبنائنا لأنه نحن غادرناهم، كيف نخفف عن الشخص الذي فقد عزيز؟ يعني شو الشيء اللي ممكن نقله يا لحتى نخفف عنه مصابه، لحتى نخفف عنه الحزن؟ يعني في ناس، ما بعرف، أنا لي وجهة نظر بهذا الموضوع، بأنه نحن عندما نحزن وعندما نبكي، نحن نبكي على أنفسنا ونحزن على أنفسنا، لأنه هذا الشخص العزيز ما عاد موجود بالحياة، هو ما عم بحس حقيقة، هو ما عم بشعر، لكن نحن الذين نحزن على أنفسنا لأنه ما عاد موجود في حياتنا. ما رأيك؟ يعني كيف ممكن نحن، شخص عم بيبكي وبينقهر، كيف ممكن نواسيه ونقول له يعني من خلال رحمة رب العالمين بأن هذا الشخص في مكان بين يدي رب العالمين، بين رحمة رب العالمين، أو في رحمة رب العالمين؟ دائما يعني أحلى تعريف للضحك هو الإنسان بيضحك لما بيشعر إن هو يعني هذا كسب شيء، بيحزن لما بيشعر إنه خسر. يعني هي القاعدة، الضحك أو الحزن. بالربح كله ضحك، يعني بيربح شهادة علمية، بيربح مال، بيربح حبيب، بيربح إنسان آخر، بيربح صديق. أما عند اللي بيخسر أي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا قضية أساسية كبرى، قال لي خلي علاقتك معي أنا بالذات، حبني إلي أكثر من الكل. في هالحالة ما بشعر أنه أنا كثير خسرت. يعني لفرضا إنسان يعني علاقته مع الله ضعيفة جدا جدا جدا، ومتمسك في زوجته، في حبيبته، في والده، فبشعر حاله أنه خسر كثير. فالله قال لي لا، خلي علاقتك معي ولا تخاف، لأنه أنا خلقتك وأنا اللي بدي حاسبك. يعني تقوية العلاقة مع الله، فبشعر أنه أنا خسرت شيء صغير. يعني فطالما الله لا يموت، يعني فرضا ولو الإنسان بالسجن ما بشعر بالحزن. ليش؟ لأنه اللي بحبه معه. يعني يوسف عليه السلام 7 سنوات في السجن الإفرادي، لأنه صاحبي السجن غادروا، خلص اللي بيحبه اللي هو الله هو معه بالسجن. يعني تمام، يعني هلا تمام، يعني هلا مثلا انا وردني بعض الاسئله اللي مرتبطه بهذا الموضوع، بانه يعني انا اليوم فقدت مثلا والدي او فقدت والدتي، كيف بعزي نفسي انا؟ خليني خساره بسيطه، يعني لما انا علاقتي الاساسيه بالله، يعني معلش جبران خليل جبران عنده مقوله جدا رائعه فيها حكمه، اولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة. يعني ارتباطي مع والدي هيك، يعني إنني أنا ابن الحياة ماني ابن والدي. اللي خالق هو خلقني، لكن يعني إجباري إذا سنة الحياة لازم أجي عن طريق أب وأم،
فلا يعني انه خلص يعني الله احضرني عن طريق اب وام، لكن خلقني له. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، اذا انا لله ولسنا انا الى اهلنا. هناك يعني فعل علاقات. ولذلك ليش بتلاحظ انه الحب على مستوى روميو وجولييت او قيس وليلى او هيك شغلات، هذا القران اعتبره في ضلال. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. ليش؟ أنا بعرض لها الثانية، والمؤمنون أشد حبا لله. فلما فرضا أنا عندي 80% من حبي إلى الله، 20% عم بوزعه على الأب والأم والأولاد، فبكون أنا خسرت 20%. يعني هذا فرضا إنسان يعني عنده 100 يورو يعني عند بشر انا خسرت ال 100 يورو بزعل كثير، بس لما بكون خسرت 10 يورو باقي عندي 90 بزعل شوي. يعني ايه شوي تمام. هناك العلاقه مع الله، الحب مع الله بيخليني أخف. و يعني هي النعمه اللي رب العالمين اعطانا اياها، بانه نحن يقال بانه كل الأمور أو كل إذا صارت مصيبة تبدأ بسيطة وبتكبر، إلا الموت يبدأ كبير وبيصغر، يعني تأثيره علينا بخف. يعني نحن لما نسمع بوفاة شخص عزيز علينا للحظة الأولى أو للوهلة الأولى بتلاقينا نحن يعني قد يعني يأتينا حالة من الهستيريا، من البكاء أو من الحزن، بعدين شوي شوي مع السنين بتخف، بينما هناك مشكلات تبدأ صغيرة وبتكبر. يعني هاي النعمة اللي ربنا أعطانا إياها. السبب هو هذا الموضوع نسبي. يعني فرضا الحياة تقوم على 50-50، يعني بالأجنبي يعني 50% 50%. يعني فرضا إذا إنسان راجع من العمل على بيته، هو عنده قناعة 100% لازم يرجع على البيت، فإذا لا سمح الله صار معه حادث على الطريق وما رجع على البيت بزعل 100% لأنه عنده هدف يصل على بيته 100%. طيب إنسان في حال انطلاقه من عمله راجع على البيت، يا أخي حط احتمال 50% ما أرجع على البيت. يعني حط احتمال أنه 50%. يعني فرضا إنسان عنده أب وعنده أم، لازم يحط 50% أنه راح يبقوا على قيد الحياة أو ما يبقوا على قيد الحياة. فهون بشعر انه هو هذا خسر 50% انه حاطط الاحتمال الثاني. فالحياه كلها تقوم على ثنائيه الضد. فالله حط صحه وحط مرض، حط ذكر حط انثى، حط لي ليل حط لي نهار. وهو قال لي صراحه في هذه الايه وانه اضحك وابكى. فدائما الحياه انا يعني قائمه على المتضادات. تمام ايوه عادي تماما. يعني خير وشر، ابيض واسود، كلها متضادات. طيب يعني ربطا وبشكل سريع وسؤال حول موضوع الموت، وردني سؤال من عده اشخاص يقولون بان حضرتك قلت بانه بعد الموت لا يحس الميت بشيء حتى يوم البعث. يقول هؤلاء بانه روح الميت عم بتزورنا، الشخص الميت عم بتزورنا، عم بتحوم حوالينا، عم نشعر فيها، ويقسمون بأنه فعلا عم نشعر بهذا الشخص عم بيحوم حوالينا أو روحه تحوم حوالينا. شو رأيك بهذا الكلام؟ أولا الروح هي طاقة ما منحس فيها. يعني فرضا كل إنسان حاليا هلق وكل إنساني في عنده ملكين على الكتفين، ملكين. طيب عم بيحس فيهم؟ لا. عم بيحس أنه الملائكة عم بتحوم حوله؟ طيب إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب حدا نهار شعر أنه إبليس عم بيحوم حوله؟ يا أخي الروح هي كمان طاقة، فالكل عم بيكذبوا هذه الآية. الله سبحانه وتعالى قال فيمسك التي قضى عليها الموت. فالنفس ممسوكة عند الله، فكيف عم بتحوم حولي؟ يعني طب شو الله تفسير قال يعني شو تفسير هذا الموضوع؟ النفوس ممسوكة عند الله، ممسوكة فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني إذا الله يقول أنا هذه الأنفس أنا ماسكة عندي فوق، والروح يعني عم بقوله هن الروح، يعني خلينا إذا يعني ممكن واحد يقول لك لا أنا ما عم بحكي عن النفس أنا عم بحكي عن الروح.
الروح ما لنا علاقة فيها، هي طاقة الله الخالصة ما بنشعر فيها على الإطلاق. يعني فرضا الإنسان عن طريق النفس بيقرر مثلا يقوم يقعد يمشي، أنا ما بدي روح، ما بدي طاقة أتحرك فيها، نعم هي طاقة الله. مثال إنسان عنده جهاز موبايل، نعم الروح هو الخط اللي أنا أخذه من الشركة، فإذا الشركة قطعت هالخط فمشيئتي بالاتصال معك أو مع غيرك صفر. خليني أكبس زرار لحتى أشبحك، ما في خط، صحيح صحيح. فهذا الروح يقطع بس ما بيتم بيحوم. إذا الحالة نفسية، يعني هي نفسية، نفسية فقط. هي نفسية بسبب حب هذا الشخص، يعني نعم استحضاره، استحضار ذكرياته، فبيشعر الإنسان أنه هذا الشخص روحه تحوم حواليه. هذا فيما يتعلق بموضوعنا عن جدلية الحياة والموت. أنتقل إلى حديث يروى عن الصحابي زيد بن ثابت يقول: طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وما يحدث بالشام نشاهده اليوم، أصبحت الشام هي أرض للحروب وأرض للمعارك والاقتتال والكوارث على كل المستويات. ما صحة يعني هذا الحديث، وما هو إذا كان هذا الحديث صحيح ما تفسير هذا الحديث، وهل هناك ما يشابهه من أحاديث مرتبطة بالشام أو بأرض الشام؟ يا سيدي، دائما مجتمعنا يقوم على المبالغات 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 فيما يخصنا. يعني مثلا لنكن واقعيين، كل ما حصل في بلاد الشام لحد الآن هل يعادل هيروشيما مثلا؟ هيروشيما بالنووي، فليش ما بنحكي على هيروشيما وبنحكي والله مثلا فلان مدينة يعني في بلاد الشام خربت ربعها خربت نصها، يعني بس هيك نحن. طيب أوروبا كلها انمسحت من الخارطة في الحرب العالمية الثانية، 54 مليون قتيل بأوروبا، 54 مليون قتيل. يقولون بأنه ما حدا، يعني لا، ما ذكرت أوروبا ولا ذكرت أنا معك، أنا معك، يعني 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 ملاحظ، هيروشيما. يعني 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 هي لماذا مثلا بنركز على بلاد الشام؟ نحن نعرف إنه صارت كوارث وصارت حروب، يعني في بقاع أخرى راح فيها ضحايا وكوارث ودمار أكثر من بلاد الشام بمليون مرة. بس نحن خلاص، يعني يعني لماذا حاليا في اضطرابات في بلاد الشام؟ الله أكبر. طيب ما شافوا أوروبا؟ يعني أنا 52. شخصيا، تمام، أنا شخصيا عندما يعني أقرأ هذا الحديث مثلا، وأتحدث عني شخصيا، أقول بأنه أتساءل هذا السؤال اللي سألته قبل قليل، أنه كيف يرد هكذا حديث وأنا أشاهد ما يحدث في بلاد الشام من أرض ودمار. يعني أي حديث آخر يشابه هكذا حديث، خلينا نقول، ويرتبط بأرض الشام وإن لم تذكر بلاد الشام ذكرا، يعني هذا الكلام عم بيعارض آية قرآنية واضحة تماما، آية قرآنية واضحة تماما. يعني مشكلتنا بدنا نكذب الله. الله قال: وإن من قرية، على الإطلاق في كل بلاد العالم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا قبل يوم القيامة. فكل مدينة في العالم بيصير فيها زلزال أو حروب. طيب يعني يعني هي غزوات المغول يا أخي، غزوات النورماندي، طيب إبادة الهنود الحمر. بس نحن عنا فقط أرض الشام، يعني عنا هيك، يعني هل هذا الانغلاق الفكري؟ لاحظت كيف؟ طيب يا أخي، أحداث حصلت في العالم ونحن عارفينها تماما، من الحروب العالمية، يعني الحرب العالمية الثانية ما صارت في بلاد الشام، صارت في أوروبا، الحربين العالميتين. يعني بس نحن عنا، يعني هلا فرضا احيانا، يعني اجاني حديث يعني امره غريب، انه واحد من الصحابه راح ضاع في البحر شهر كامل. يعني ملاحظ شلون هذا، يعني هي تميم الداري. فراح يعني شوف، يعني شوف اللي هي فبرك القصه، يعني ما عنده ابسط مبادئ بالضبط. راحوا راحوا ما شافوا حالهم غير في جزيره نائيه. طيب شافوا دابه، بقى كيف عرفوا انه هي الدابه بتحكي عربي؟ ما بعرف، يعني ما عندهم غير هي اللغه العربيه. طيب يعني يعني راسا قال هذا، قال كلها هي شعره كثيف. فسالوها: ويحك من انت؟ يعني انسان هلا اذا كان شايف دابه يسأل، يعني يعني انا فعلا بكون عندي حتما انه هي عم تعرف تحكي عربي. اوكي،
لاحظت، فسألوه ويحك من أنت؟ قالت لهم ويحكم من أنتم؟ يعني يعني رأسا جاوبت وباللغة العربية باللغة العربية. لا لا، المهم يعني مشان بلاد الشام أوصل لك الحديث. المهم قالت لهم تعالوا في شخص عم بستناكم، شوف سبحان الله في شخص عم بستناه هنا كجزيرة نائية. دخلوا له في شخص عملاق مكتف، يعني سألوا سؤالين عن بلاد الشام، يعني ما بيعرف أصلاً عن بلاد الشام. إلا بلاد الشام. مثال يعني هذا الحديث موجود، يفتحوا على الإنترنت عن حديث اسمه حديث الجساسي. فهذا العملاق اللي مربوط في جزيرة نائية يعني وجه لهم سؤالين. قال لهم نخل بيسان، يعني تعرف بيسان ضيعة صغيرة 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 شمال القدس. يعني هلا يعني هلا اذا بدك تدور عليها على جوجل على الخريطه بدك حوالي نص ساعه حتى تدور على بيسان، مع احترامنا الشديد. يعني ما سالوا غير يعني ما هي اخبار نخل بيسان؟ مو بيسان، النخل اللي ببيسان هي النخل. مع انه بيسان فيها زيتون، يعني في ارض فلسطين. يعني شو ما سالون الا ماذا حصل في نخل بيسان؟ هل لا زال يطرح الا والله ما عاد يطرح ثمار؟ يعني بعدين السؤال الثاني، تفضل. ما هي اخبار بحيره طبريه؟ يعني البحيرات الكبرى والبحيرات العظمى هذا السياده ما بيعرفها. يعني صورت ليش بلاد الشام يعني كلها. طب ما الغرض من الترويج لهيك حديث يعني او لهيك قصه يعني يعني ملاحظتك؟ طيب يعني هل ولدت بلاد الشام في القران الكريم؟ يعني ابدا، بس قال المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فقط. يعني البركه لا يعني حروب وما حروب، يعني فهي ازمات بتمر قد تمر على اي دوله في العالم. طيب يعني فرضا افريقيا بالكامل كانت مستعمره عند الاوروبيين. وبلاد الشام كانت مستعمره عند الفلسطيني عند الفرنسيين وعند الانجليز، ومصر كانت مستعمره عند الفرنسيين. يعني فرضا ليش يعني هي لماذا مركز مثلا على الاستعمار الفرنسي بسوريا ولبنان وما مركز على الاستعمار الفرنسي بمصر؟ لا هيك الا بلاد الشام يعني سبحان الله يعني. طيب الاستعمار الفرنسي الى الجزائر مليون شهيد، بينما ما راح عنا بسوريا مليون شهيد بالاستعمار الفرنسي. ولا كل البلاء في بلاد الشام يا اخي. في الجزائر يعني تحياتنا الى اهل الجزائر جميعا، يعني قدموا مليون شهيد عند الفرنسيين. فهيك نحن بس يعني انغلاق فكري عجيب. طيب على سيرة الانغلاق الفكري انتقل الى معلش يعني بدك تتحملنا شوي. حاضرين بلاكس. يعني هذا الحديث يعني هذا الطريف هيك وعفوي. تمام. حضرتك طلعت في كثير من اللقاءات ومن المحاضرات لكي تتحدث عن شكرات الطاقة وتتحدث عن الطاقة وتذكر دائما الشكرات. وفي محاضرات أخرى وفي لقاءات أخرى تستحضر مصادر لتثبت فيها بعض النظريات من وكالة ناسا الفضائية. بذات الوقت هناك أشخاص دخلوا لكي يقولوا الدكتور علي يستحضر هذه كلها بدع وهذه كلها من الكفار، جاءت من الكفار، وكيف بتستحضر أنت مصادر من الكفار وكيف بتتحدث عن الطاقة؟ الطاقة العلاقة بالماسونية والماسونية وإلى آخره. بتعرف من هي الاتهامات وهي العبارات التي يعني تساق حول حضرتك. ما رأيك يعني ما رأيك بهذه الاتهامات؟ جاوبنا لو سمحت. يا زي معلش يعني ارسلوا لي الي بالذات. طيب قالوا لي حدا قال لي انت عميل الى ناسا. كانوا ناسا عندها عملاء. أيه. لا هي كانوا ناسا يعني هي بحاجه الى يعني الى عملاء. نعم يا اخي كل العلم اتحداهم. هلا مثلا خذ علم الالكترونيات. نعم. منين اجى؟ من عند غير المسلمين. نعم. يعني انا برفض علم الالكترونيات وهندسه الالكترون وهندسه الميكانيك والهندسه المدنيه وعلم الطب الكامل. يعني هي معقول هذه السخافة إنه هذا العلم إجاني عن طريق كافر؟ ليش هو عم يتعلم طب؟ ليش عم بيروح على أوروبا حتى يتعلم طب سيادته هذا أبو اللحية اللي بيقول لي أنت عم تاخذ من وكالة ناسا؟ ليش عم ياخذ الطب والهندسة والعلم والإلكترونيات؟ السيارات اللي عم بيركبها سيارات الطيارة خلي يروح على الحج
خلي روح على الحج، على الجمل، على الحمار، على الجمل، على على حمار. الجمل. يعني الله قال، الله قال في سورة الحج: يأتوك رجالا على إجريهم مشاة وعلى كل ضامر. ده خلي يطبق الآية أشوف سيادته. يعني خلي يروح على الحج على الحمار وعلى الجمل أو مشاة، كلهم يعني مجموعة انغلاق فكري عجيب. يا أخي معلومة عم تقدمها وكالة ناسا لكل الناس، ما هي خاصة، لأنه عندهم شئنا ولا ما شئنا وغصب عننا. عندهم يا أخي مراصد، وعندهم أقمار صناعية، وعندهم يعني أنت أيها الشاتم، يعني مو أنت بالذات، ماذا عندك؟ ماذا قدمت إلى الحضارة؟ ماذا قدمت البشرية؟ بالطب ولا بالفضاء ولا كل شيء، بالإلكترونيات سيدي. ليش هو عم يتعلم علم الإلكترونيات؟ هاي الكاميرا اللي هو أو الكمبيوتر اللي عم يبعث لي منه رسالة، بالضبط. هي ما صنع مسلم. صح. مثال مثال يعني هي سيادتك تذكر، وأنا كمان بذكر في حلب. تفضل. يعني الأطباق للأقمار الصناعية الدش يعني، نعم، كان اللي بركبه زنديق وكافر. هلأ كلهم عندهم محطات سيادتهم أهل اللحى على اليوتيوب، هيك فقط. يعني حاربوا التلفزيون حرب، يعني ما بتعرف سيادتك، أول ما طلع التلفزيون اللي بركب تلفزيون في بيته زنديق وكافر ومجرم، صار عندهم كلهم هلأ محطات خاصة إلهم إلهم إلهم. يعني فهل الموبايل اللي سياتو عم يستعمله هو صنعه؟ طيب معلش، خلينا هي نفرض هذه الفرضية، خلينا نجمع المسلمين في قارة، نجمع المسلمين كلهم في قارة، ونخلي غير المسلمين يقاطعونا نهائيا، قسما بالله لا شفنا حفاة وعورات. لأنه هذا القميص اللي عم بكسي فيه عورتي مشان الإيمان، ماكينة النسيج هي صنعة غير المسلم، الإبرة اللي عم بخيط فيها صنعة غير المسلم، الحصادة والجرار اللي عم بزرع فيه القطن هذا صنعة غير مسلم، مضخة المي اللي عم طالع المي عم بشرب فيها مشان الوضوء هي صنعة غير المسلم. الأجهزة الموجودة في المستشفيات طيب يا سيدي، والعقارات والأدوية اللي عم يتعالج فيها كثير من كله. هؤلاء أنفسهم، يعني هن اللي عم بيحكوا هذا الكلام، كلها جاية من الغرب اللي عم يتهموا هؤلاء بالكفرة وإلى ما هنالك. حكيتها يعني وأنا حكيتها عدة مرات. نعم. يعني هو بيقول لك الحبة السوداء دواء لكل داء. يا أخي ليش عم تعطي أولادك لقاحات؟ وليش هلأ أنت أمام الكورونا ما عم تأخذ حبة سوداء؟ يعني ما بكفينا جهل؟ يا أخي خذ حبة سوداء ما دام أنت عندك قناعة إنه الحبة السوداء دواء لكل داء. لا يعني عفبركة شوي، بيقول لي إلا السام. ما هو السام؟ هو الموت. يعني الحبة السوداء بتشفي من كل شيء إلا الموت. طيب يا أخي خلينا نأخذ حبة سوداء هلأ بيشفوا ما عندنا كورونا سرطان. يعني هي لاحظت الكذب؟ يعني عندنا في حلب معلومة المثل، المي بتكذب الغطاس. يعني انا بقول لك انا غطاس غطاس غطاس، بتقول تفضل هي المسبح. يعني فهو الحبة السوداء لا تاخذ من الكافر، لا تاخذ من الكذا. انت ماذا عندك؟ يعني انت اللي بتحارب، يعني مو انت بالذات، يعني عندك الحبة السوداء خذ حبة السوداء الله يبارك لك. يا اخي معلش، الكورونا مع احترامنا الشديد أغلقت لي الكعبة. الكورونا أغلقت الكعبة. الله منطقي، الله عنده علم، عنده دواء، عنده مخابر، عنده يعني هو. لا ليش عم ياخذ معلومات من ناسا؟ ليش أنت عم تاخذ موبايل؟ ليش أنت يعني يعني هالكاميرا الموبايل عم تكتب لي فيه أنت ليش أخذه من الكافر؟ عيب عيب يعني والله العظيم، هاي كلمة كافر وغير كافر يعني صارت مقرفة. صحيح. يعني يعني الموضوع للأسف يعني والله سيدي شكرا كثير، هذا هو صار ساعة وشوي، إن شاء الله لقاءات أخرى. ماشي ماشي دكتور، معناته أنا أشكرك على هذا الاستفاضة في المواضيع يعني و... ما بالعكس، أنا هيك الحوار يعني حتى نكون منطقيين يا أخي. بالضبط. يعني حاجة تخلف بكفي. يعني أثبتنا عجزنا، وهلق حاليا كل الدول الإسلامية عم تبوس إيدين الدول الغير إسلامية، لك عطونا لقاح لكورونا، نبوس إيديكم. صح. طيب ما دام عندك حبة سوداء ومقتنع فيها،
وأنا حضرت بزماني مؤتمر عالمي لما كنت في حلب، دعوني بس فقط على الحبة السوداء، مؤتمرات على الحبة السوداء، افتح اللقونة، مؤتمرات فقط على الحبة السوداء. لاحظ يعني بدل ما يكون يعني هي مؤتمر في الأبحاث الطبية، في الأبحاث كذا، غيرنا بيسوي مؤتمرات طبية، نحن بنسوي عشرات المؤتمرات على الحبة السوداء. هيك نحن عايشين. ورأسا بقول لك يعني حاشاك كافر ومسلم يا أخي، الله عنده إنسان يعمل وإنسان لا يعمل. هيك يعني ملاحظت يعني. صح. طيب دكتور، الحديث يطول الموضوع، يعني الناس تحتاج، هناك أشخاص يريدون أن يتعلموا، هناك أشخاص عتم عليهم من خلال وسائل الإعلام، هناك أشخاص يعني ما كان بإيدهم لكن الآن هم في الطريق للتدبر في القرآن الكريم والتفكير وإلى حاجنهم. صار فينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، تحسبهم أيقاظ وهم رقود، يعني بشوفهم فتح عينيه بس هو نايم. صح صح. لا، في هناك أشخاص خلص حاطين حاجز، يعني ما بدهم يشوفوا، ما بدهم يفكروا. هذا التدبر في القرآن الكريم وما أتى به هذا الإسلام اللي هو كله يعني خير وسعادة للخير والسعادة. نعم. وتقبل الآخر ومحبة الآخر واستقبال الآخر. نعم. يعني نعم، للأسف الشديد. الله سيدي، شكرا. طيب دكتور، أشكرك جزيل الشكر، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. تحياتي لك. شكرا لك ولكل متابعيك الأكارم. أشكرك تحياتي. مع السلامة، أهلا دكتور.